السلام عليكم، اهلا بكم. فيديو النهارده فيديو سهل وسريع، وهو ازاي نقشر البلح الاسود بطريقه سهله وسريعه مهما كانت الكميه، لان معظم الناس بتحب البلح تجيبه بس بتتضايق من تقشيره. فانا النهارده هنقشره بطريقه سهله، وهو ان انا بجيب مصفى وحطها في الحوض، حطيت البلح جواها وافتح الحنفية وامسك بقى واحدة واحدة اهو تحت المية اتقشرت، وامسك وهكذا كل واحدة اقشر اهو بسرعة جدا، والقشر كله بينزل فين؟ بينزل في المصفى. يعني شوفي في ثانية مهما اهو ينزل متنضف جاهز تحت الحنفية، وانا مش مزودة المية عشان بس الصوت، فهي كل ما هي المية كانت قوية شوية او كل القشر بينزل في المصفى اهوت في ثواني. هتقشري 5 كيلو في 5 دقايق فهكذا، وكل القشر ولو حتى لو هتفصصيه وتطلعي النوى كله هيبقى في المصفى ومش هينزل في الحوض، ولا هيضايقك ولا هيلزق في ايديكي ولا اي حاجة. وده ايه؟ عشان الناس اللي بتتضايق من بتحب البلح بس ما بتحبوش عشان التقشير بتاعه، وايه وهكذا واحدة ورا واحدة. لو بعمل بايديا الاتنين هخلص ايه في ثواني، فعشان البلح اصلا مفيد جدا ومليان املاح معدنية وفي نسبة بروتين وسكريات، فالناس بتستخدمه. ده موسم البلح دلوقتي، فممكن تفصصيه تجيبيه كده وتقشريه كميه وتفصصيها وتعينيها في اكياس من غير اي ما تعملي لها اي حاجه. ممكن تاخديه تحطيه على النار بعد ما تفصصيه وتفرميه في كبه او تفرميه في المفرمه وتعينيه في اكياس. في نفس الحكايه مثلا انا من دلوقتي مثلا كفايه كده مش هقشر كتير، خدت شويه وحطيتهم في الكبه البتاع في المفرمه بتاعه البصل وهفرمهم فرم ايه نص فرمة. عايزة ازود تاني بزود فبالنسبة للي هو اللي بيتفرم في المفرمة ده بتاخديه عشان ممكن تعمليه مربى، اما اللي عايزه بقى تعمليه في تعمليه عجوه فتفرميه اللي بتفرم في الكبه بتعمليه المربى بيبقى اسهل عشان بيبقى احسن عشان بتتعمل قطعه، اما اللي بتفرم في المفرمه فهو بايه بتعمليه بقى اللي هو العجوه اللي بتحشي بيها قرص بتحشي بيها اي حاجه بيبقى ناعم عن ده. لكن في فكره تانية بالنسبه للبلح اللي هو البلح السماني والبلح الاحمر الزغلول، في ناس مش بتحب تاكله عشان بيعمل شرقه في الزور كده، فانت ممكن تتغلبي على الحكايه دي ان انت بتجيبي البلح تغسليه وتعبيه في اكياس وتخليه يوم او اتنين في الفريزر، بعد كده بيرطب. فبتجيبيه بنفس الطريقه بتحطيه في مصفى وتقشريه تحت الحنفيه بتقشر بسهوله، بعد كده بتفرميه في المفرمه بتاعه البصل فبينزل قطع، لان هو مش بيبقى زي البلح الاسمر، مش بيبقى زي البلح الاسمر ده كده طري شويه، لا بيبقى متماسك شويه فبيتفرم بيبقى قطع في مفرمه البصل، فده بيبقى احسن في عمل ايه المربى البلح السماني اللي هو الاصفر او البلح اللي هو البلح زغلول الاحمر، بيتفرم في الكبه بتاعه البصل بيبقى قطع. ونفس ده البلح اللي انا فرمته ده بلح اسمر من اللي انا قشرته دلوقتي، فعايزاه قطع كده مش عايزاه يبقى مهر قوي. ممكن بقى باخده دلوقتي مثلا اشوحه في سمنه واحط عليه وافقش عليه بيض واقلبه فيه بسمنه بلدي وكده، فبيبقى
سندوتش متكامل يعني، فيه بروتين وفيه أملاح معدنية وفيه سكريات وفيه نشويات، فبيبقى ايه يعتبر زي وجبة متكاملة، متكاملة العناصر. ده من ناحية قيمته الغذائية. والبلح عموما مفيد جدا وحلو جدا، ودلوقتي هو الموسم بتاعه، فانت ممكن تاخدي الأسمر الأصفر أو الأحمر وترطبيه في التلاجة، يبقى سهل بالنسبة للأطفال إن هي تاكله، أو لحد كبير في السن ممكن إيه بيحبه بس بيبقى صعب عليه الأكل بتاعه، فترطبيه بالطريقة دي، إن هو يتغسل وتعبى في أكياس اللي هو الأصفر أو الأحمر، وترطب يوم أو اتنين، بيطلع سهل جدا إن هو يتقشر تحت الحنفية. أما البلح الأسود زي ما شفنا دلوقتي، فاحنا بنحطه في المصفى اهوت، وبنفتح عليه المية، نفتح عليه المية وبنمسك ايه واحدة، واهو واحدة بواحدة بتتقشر في ثواني. فمهما كان، ودلوقتي موسم البلح يعني، ممكن تجيبي كمية وتقشريها وتفصصيها وتقومي عيناها في الفريزر بدون أي معاملة، من غير ما لا تفرمي ولا تعملي أي حاجة، وتطلعيها وقت ما تحتاجيها تستعمليها بالطريقة اللي انت عايزاها، سواء هتعمليها عجوة هتحشي بيها أي حاجة، أو هتاكليه كده مباشرة. ودي بس هي يعني كانت الفكرة الأساسية النهاردة في الفيديو، ازاي تقشري البلح بأسهل وأسرع طريقة للناس اللي بتحب البلح. وعموما معظم الناس بتحب البلح عشان قيمته الغذائية العالية جدا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، واتمنى اكون افدتك بفكرة او معلومة، لو كنت افدتك بفكرة او معلومة متخليش باللايك والشير. تحياتي عزة زيدان.